أمر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر باستئناف تحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه. وأوضح الكتاب الموجه إلى المدعي العام العسكري إلى التواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية لغرض المطالبة بتسليم المتهمين للقضاء الليبي لمحاكمتهم والقصاص منهم، بما يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية. يأتي ذلك بعد تمادي عدد من الساسة بمحاولة إعادة المتهمين بالمشاركة في المشهد السياسي من جديد.